وفاء وعرفانا لتضحية ذويهم، أقامت مؤسسة الشهداء حفلا تكريميا لأبناء الشهداء من الطلبة المتفوقين، وبحضور عدد بارز من الشخصيات الرسمية. تلقينا دعوة كريمة من إدارة مؤسسة الشهداء ورئيسها الأستاذ عبد الله النائل المحترم بحضور حفل تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء وذوي الشهداء. وحقيقة نحن فخورون جدا بالحضور هذا اليوم كوزارة تعليم عالي وبحث علمي في حضور هذا التكريم البهي الذي يسلط الضوء على أبناء ذوي الشهداء الذين تفوقوا في دراستهم في مختلف المراحل الدراسية. وتخلل الحفل عدة فعاليات استذكرت الملاحم البطولية للشهداء الذين ذادوا بأرواحهم الزكية من أجل تراب الوطن، وتكريم الطلبة الحاضرين من أبناء الشهداء دعما لمسيرتهم الدراسية. تم تكريم هؤلاء الطلبة المتفوقين دراسيا من مرحلة الإعدادية إلى الانتقال إلى المرحلة الجامعية، وكان معدلاتهم عالية ولله الحمد. تم تكريمهم بدرع مؤسسة الشهداء من قبل السيد رئيس مؤسسة الشهداء، وكذلك أيضا هدية مالية تم تقديمها لهؤلاء الطلبة المتميزين، وإن شاء الله نعمل على توثيق بياناتهم في مؤسسة الشهداء وعملية التواصل معهم، وأيضا تذليل كل العقبات ليواجهوا في مسيرتهم العلمية. ويأتي التكريم للتخفيف عن المعاناة التي يعيشها الطلبة وعرفانا لما قدمه ذويهم الشهداء. من بغداد سجاد بهلول، آفاق